النسخة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي هتنطلق يوم الأربعاء 24 يناير هي نموذج للحرص على التبادل الثقافي. السنة دي بتحل علينا مملكة النرويج كضيف شرف وهيكون ليها تمثيل مهم وبرنامج ثقافي حافل. صحيح منا، يعني نافذة جديدة بتفتح على الثقافة في النرويج. كتير مننا ما يعرفش عن أسماء المبدعين أو الكتب أو الثقافة في النرويج، فرصة للتعرف على ثقافة أخرى ومختلفة. النرويج ضيف شرف الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. في هذا اللقاء هنتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر حول هذه المشاركة مع الأستاذة شيرين عبد الوهاب المنسق العام لمشاركة النرويج كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب والمستشار الثقافي لمؤسسة نولا بنرويج. أهلا بك يا فندم، صباح الخير، منورانا. صباح النور، أهلا وسهلا. اختيار النرويج السنة دي اختيار مهم جدا، حابين نعرف من حضرتك تفاصيل المشاركة والبرنامج الثقافي لدولة النرويج كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بص، احنا اولا النرويج انها تكون ضيف شرف ده يعتبر حدث تاريخي، لان اول دولة تشترك في معرض الكتاب كضيف شرف من اسكندنافيا. حضرتك عارف اسكندنافيا ده شمال اوروبا، كتير من العالم العربي ما يعرفوش اي حاجة عن الثقافة او البلد في شمال اوروبا. فبالتالي بالنسبه للنرويج دي فرصه هايله، وعندنا برنامج قوي في ادباء وانشطه ومناقشات قويه جدا ان شاء الله. طيب احنا بنقول في التايتل نولا، ما عايزه اعرف ايه نولا الاول علشان نبقى عارفين نتناقش اكتر. صح، نولا هي مؤسسه متخصصه فقط في ترجمات الادب النرويجي لعدد كبير من اللغات من ضمنها اللغه العربيه. انت عارفة النرويج عبارة عن 5.5 مليون نسمة، يعني معرض الكتاب يعتبر فاللغة دي لغة نادرة ومحتاجين مترجمين عشان ينشروا الثقافة والأدب النرويجي. فبالتالي دي مؤسسة متخصصة في ده وتحت رعاية وزارة الخارجية النرويجية. طب لو حابين نتعرف من حضرتك على ملامح الثقافة النرويجية أكتر ونقربها للسادة المشاهدين، أهم ملامح هذه الثقافة، الأسماء كمان اللي هتشارك في دورة هذا العام. طيب خلينا نقول ان الادب والقراءه ده ليه وضع مختلف تماما في النرويج. ده بنعلم الطفل من هو صغير يعني ايه كتاب ويعني ايه قراءه، فبالتالي الادب ليه مكانه خاصه جدا. السنه دي هيبقى عندنا اكبر كتاب جايين من النرويج، طبعا على راسهم يون فوس، مش هيبقى موجود كشخص لكن كتاباته. يون فوس خد النوبل السنه دي زي ما انتم عارفين، وده بالنسبه لنا حدث كبير جدا، فهيكون ليه مكانه خاصه. النرويج في كتاب كتير خدوا نوبل، يجي ده رابع واحد، بس بقالنا 100 سنه ما فيش كاتب نرويجي خد النوبل. فهيكون معانا طبعا موضوع عن فوس، إيبسن كاتب المسرحي الكبير. دايما المثقفين او المبدعين في العالم العربي بيرتبطوا بإيبسن او هنريك إيبسن اللي هو بيت الدميه، اللي ابو المسرح الحديث زي ما بيقولوا، ان بيت الدميه ده هو اللي عمل زي ما بيقولوا كده تحرر للمراه، مش بس في الدول الاسكندنافيه، في العالم كله. فدايما اسم النرويج مرتبط بإيبسن. ده حقيقه، وكان في احتفاليه في 2006 لمئويه هنريك إيبسن هنا في مصر قدام الاهرامات وحضرتها الملكه النرويج وحضرتها كمان السيده سوزان مبارك واشخاص شخصيات كثيره عامه. إيبسن مهم جدا لان مواضيعه لغايه النهارده هي موجوده زي ما حضرتك عارف، مش بس في حقوق المراه لكن في المجتمع كمجتمع، سياسه، اقتصاد، اجتماعي. فانا شايفه إيبسن ليه مكانه، دي مش هتتغير، موجود معانا بقوه، معانا حد من مركز إيبسن في جامعه اوسلو، وهيتناقش بجد اعمال إيبسن لان انا المترجمه ل 12 عمل مسرحي لي. طيب البرنامج الثقافي بقى اللي جايه بالنرويج وهتبقى موجوده فيه كضيف شرف، اكيد في فعاليات واكيد في بلان كده او خطه هنبقى ماشيين عليها. بصي، الفعاليات هتبدا بالستاند بتاعنا. الستاند بتاعنا بيعبر بشكل كبير قوي عن النرويج. الديزاين بتاع الستاند هتلاقيه من الخشب لان احنا قريبين جدا للطبيعه. النرويجي او الشخص المواطن النرويجي عايش في الطبيعه. الستاند هيكون بيعبر بشكل قوي جدا عن ثقافة النرويج، عن طريق إدفارد مونك الرسام الكبير النرويجي، هيكون الرسام الكبير النرويجي، هيكون معانا متحف مونك موجود جوه في الستاند بيشرح لوحاته، هيبقى في موسيقى، هيبقى في
افلام عن الطبيعه في النرويج. يعني انا اتخيل عن طريق الستاند دي بدايه، بعد كده في مناقشات بقى بين كاتب نرويجي وكاتب مصري، لان احنا حابين مشاركه النرويج ما تبقاش ان النرويج جايه بس يعني تفرض الثقافه بتاعتها، بل بالعكس احنا عايزين يبقى في تبادل ثقافه بين النرويج والعالم العربي. وانا كمصريه نرويجيه كان ده اهم حاجه عندي. يعني مصر تتفتح لها ابواب مش باب. جميل، فكرة الحوار والتبادل الثقافي دي مهمة جدا. عايز أتوقف مع حضرتك عن الأشكال الأخرى من الفنون والإبداع أكتر تفصيلا. طبعا الكتاب هو البطل الأساسي لمشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن الثقافة مش بس كتاب، ثقافة ثقافة الأكل والموسيقى والسينما والفنون البصرية. الألوان الأخرى من الثقافة نصيبها إيه في مشاركة نرويج السنة دي؟ طيب، هو هيكون على المسرح في الخارج، اللي في الخارج هيكون في شعر ليون فوسا الكاتب الكبير اللي حاز على جائزة نوبل. اللي حاز على جائزة نوبل، هيبقى فيه شعر مع غنى، هيبقى فيه حاجة اسمها يويك. يويك ده تبع الأقلية في النرويج، شمال النرويج، اسمها الساميين. دول مهمين جدا بالنسبة للنرويج ويعتبروا جزء كبير من ثقافة النرويج، هيسمعوها المصريين. هيبقى فيه يمكن الحاجة اللي بتميز النرويج السنة دي الأطفال، لان الجزء الثاني من معرض الكتاب هيكون متخصص بس للاطفال. صحيح. وهنا بقى في انشطه كتيره، في رسم، في قراءه القصه من اللغه النرويجيه واللغه العربيه عشان الطفل يسمع لغه مختلفه، في ورش عمل، في سكيتنج للبنات بس. وده مش عنصريه والله، بس البنت ليها حق تاخد بقى حقها شويه. السكيتنج ده حاجه جديده جدا، وفي فعلا نادي سكيتنج في مصر، ده اللي احنا اكتشفناه. فاتخيل البرنامج بتاعنا هيبقى شامل من كل حاجه ان شاء الله. طيب، ده هيبقى بالتنسيق بقى، ما احنا بيبقى في قاعه ثابته، قاعه الطفل اللي بتبقى موجوده في المعرض، ده هيبقى بقى في قاعه ضيف الشرف ولا في قاعه الطفل ولا بالتنسيق ما بينهم، والفعاليات هتبقى مشتركه، ايه اللي هيحصل؟ بصي، بالنسبه للاطفال هيبقى اكتر الانشطه طبعا في قاعه الطفل، لكن الندوات هتبقى في قاعه ضيف الشرف، لان هنا برضو في كتاب كبار لكتب الاطفال جايين، برضو هيتم المناقشه بين كاتب الاطفال المصري وكاتب الاطفال النرويجي. طيب، نتكلم عن الترجمه، لانه حضرتك مترجمه كمان، ومهم جدا فكره الترجمه من النرويجيه للغه العربيه، التعريف بالثقافه النرويجيه للعالم العربي. شايفه الترجمه او حركه الترجمه دي ازاي؟ وهل محتاجة تنشيط أكتر؟ وفي أي المجالات تحديداً احنا محتاجين نعرف أكتر عن الثقافة النرويجية؟ بص، احنا محتاجين مترجمين أكتر طبعاً، لأن أنا مصرية نرويجية عشت طول حياتي، أنا خريجة علوم سياسية جامعة أوسلو. قليل لما تلاقي مترجم من اللغة النرويجية للغة العربية، احنا يمكن اتنين، والاعمال المترجم اثنين بس العالم العربي مش مصر ولا بصي مصر. لان في مترجمين تانيين بس ترجمتهم قليله جدا. يمكن انا اكتر كم ترجمه تم عن طريق، انا يعني نقدر نقول اعتبر مؤسسي ترجمه الادب النرويجي للغه العربيه. وما كانش فيه اهتمام في الاول، لكن الحمد لله النهارده في دار نشر كتير بتترجم. محتاجين طبعا مترجمين اكتر بكتير، وده الهدف من وجودنا في معرض الكتاب. طيب، نوعية الكتب اللي هتكون موجودة، يعني الهدف انكم تكلموا مين؟ مين الشريحة اللي الهدف تكلموها؟ الأطفال، الشباب، نوعية الكتب نفسها قائمة على ايه؟ خيال علمي، أدب، قراءة، وحاجات زي كده، يعني بتكلموا مين؟ بص، برنامج النرويج شامل جدا، احنا جايين نخاطب الجمهور المصري بكل ما فيه. يعني الأطفال ليهم طبعا نصيب كبير زي ما أنا قلت، المثقفين طبعا، الشباب، حتى رسامين الكتب احنا موجودين. فالمواضيع مختلفة، موضوع عن النيل، في كاتب كبير كاتب بس عن النيل، يعني كتاب عن النيل اسمه تاليا تريت، ده موجود. في كاتبة تانية اسمها لين ستالزبرغ، دي بتكتب عن مثلا الليبرالية الحديثة والنظام الاقتصادي ده عمل ايه فينا في المجتمع وفي حياتنا. عندنا يوستاين جاردن، اكبر كاتب اطفال، عمل كتاب مشهور جدا اترجم لستين لغه، اسمه كتاب عالم صوفيا. فاحنا يعني عندنا تنوع في المواضيع والكتاب، وحابين بجد نخاطب كل الشعب المصري. ازاي ممكن يبقى معرض كتاب منصه مش بس للحوار الثقافي، منصه كمان لبروتوكولات ثقافيه مع الجهات الثقافيه في مصر والعالم العربي؟ لانه فرصه مهمه انه يبقى فيه مؤسسات موجوده وحاضره ثقافيه من دول عربيه كتيره جدا في معرض القاهره.
ازاي النرويج شايفه ان المعرض ممكن يكون بوابه كمان للثقافه العربيه مش بس المصريه؟ هو انا شايفه ان النرويج محظوظه جدا ان هي تكون موجوده في معرض كتاب القاهره، لان ده يعتبر اكبر معرض في الشرق الاوسط. وده هيكون طبعا طبعا دي فرصه كبيره جدا ان النرويج يتفتح لها ابواب كتيره، ويحصل كمان تعاون اكتر بين المؤسسات، مش فكره بقى الترجمه. يعني ثقافيا ممكن المؤسسات في مصر مع مؤسسات في النرويج يتبادلوا الخبرات، وده الهدف من وجودنا احنا في معرض الكتاب. انا شايفه ان الثقافه اهم مكان نتناقش فيه كل المواضيع. جميل، صحيح. لان زي ما حضرتك عارف الادب احنا ممكن نناقش كل حاجه في اطار الادب. وفي الاول وفي الاخر كلنا بشر، يعني المشاكل هي صحيح. هي صحيح، الهموم واحده. الهموم واحده. فانا اتخيل الثقافه بتفتح ابواب كتير، ممكن تفتح في السياسه، ممكن تفتح في الاقتصاد، يعني ملهاش حدود. أكيد في حرص من الجانب النرويجي على التواجد في زيارة هتكون مهمة جدا لصاحبة السمو الملكي السيدة زوجة ولي العهد السيدة مرمرت، فإحنا في تواجد وحرص وهتتواجد كمان في معرض الكتاب، ودي حاجة أعتقد أنها هتبقى فارقة جدا. ده أكيد، وده بيبين قد إيه اهتمام النرويج بوجود النرويج كضيف شرف في معرض الكتاب، وتقدير دولة النرويج لوجودها في مصر. والأميرة مهتمية جدا بالأدب، هي سفيرة الأدب النرويجي، فبتلف كتير في المعارض، ما بتروحش كل المعارض، لكن مصر هي بجد مهتمية جدا وفرحانة إن هي نازلة مصر. أكيد. طب لو حابين نتكلم أكتر على الأنشطة، مش بس لفئة معينة، لفئات مختلفة، لو ركزنا شوية على الطفل مثلا، لأنه في معرض مصاحب دايما في كل دورة، معرض الطفل بقى مصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إزاي أتوجه للطفل المصري والعربي من خلال مشاركة النرويج؟ إحنا هنتوجه بكذا طريقة، يعني أولا بالكتب بتاعتنا، الكتب الأطفال النرويج أنا ترجمت كتير منها، هي من نوع خاص. لأن اللي بيميزها بتميزها ان بتخلي الطفل يفكر، يسأل. احنا طبعا محدودين بالمواضيع اللي طبعا مسموح بيها في العالم العربي، احنا عاداتنا وتقاليدنا وديننا محدودين في الحته دي، لكن احنا بنقدم حاجه جديده للطفل، حاجه بتخلي الطفل يفكر، يناقش، التفكير النقدي زي ما بنقول بالظبط. نمو عقل الطفل ده اساسي عندنا في النرويج، ومن وهو عنده سنتين بالمناسبه بنبدا بالكتب اللي فيها صور، والام والاب بيقروا للطفل، فبيطلع الفكر يعني بينمو. وده هدفنا، ان احنا نفتح ابواب جديده للطفل. احنا بنعمل كمان ورش عمل رسم، قراءه، وزي ما قلت لحضرتك السكيتنج. فبنحاول يعني نكون موجودين مع الطفل، نحاوره بجد الطفل، بس مش اي حد تاني، بس الطفل. الشعار الموجود لجناح النرويج الحلم الذي نحلمه، ايه هو الحلم الذي تحلمه النرويج، والهدف منه، والشعار، فكرته، اختياره، اكيد كل دي تفاصيل عايزين نعرفها منه. ده حقيقي، الشعار ده حلو جدا، لان هو ده جاي من شاعر كبير اسمه اولاف هاوجه، والحلم ده رمز مش بس للنرويج، لاي حته بتسافر فيها النرويج، كل شعب، كل انسان ليه حلم. الحلم ممكن يكون سلام، ممكن يكون سعادة، ممكن يكون صحة، ممكن يكون استقرار. أي فرد في العالم عنده الحلم، فالنرويج بتشيل الحلم، يعني بتحمل معها الحلم ده في كل بلد بتروحه. بالنسبة للنرويج بتبقى أحلام مختلفة عن مثلا العالم العربي، لكن هو رمز للبشرية وللإنسان اللي دايما جوانا حلم وأمل. ممكن اي حد بيزور معرض الكتاب يقول النرويج بعيده جدا، زي ما احنا قلت الشمال، الدول الاسكندنافيه، البعد الجغرافي والمكاني ده الى اي مدى الفن والادب والابداع ممكن يكسره او يقرب اكتر؟ يعني لغه الادب او لغه الثقافه ممكن تقرب ما بين الشعوب المتباعده جدا جغرافيا، ازاي ممكن الحس الانساني في الثقافه النرويجيه يصل للمصريين بابسط الاشياء؟ هو ممكن اولا بالقراءه. يعني أنا لما بترجم الكتب مع زميلتي، هي مصرية، يعني إحنا co-translators، يعني فإن بالنسبة إن أنا أشرح الكتاب، أشرح الطبيعة، أشرح الحياة في النرويج من 100 سنة عن طريق الكتاب، هنا أنت بتقرب الثقافة. صحيح. لثقافة تانية. فأنا أتخيل إن الكتاب والقراءة ليه دور كبير جدا. الفن زي إدفارد مونك،
وده هيكون ليه برضو تواجد زي ما قلت لحضرتك. الغنى، الموسيقى، الفيلم والتراث. دايما الناس بتحب استاذه شيرين فكره الموسيقى الشعبيه او التراث الشعبي. دايما احنا بنرتبط باي ثقافه قد تكون بعيده عني بالمزيكا الشعبيه الخاصه بتاعته. ده هيبقى في حضور للموسيقى الشعبيه النرويجيه. هو احنا كان املنا ان احنا نجيب فرقه بالفعل وتنزل وتعمل حاجه على المسرح، بس حقيقي ما نجحناش فيها لان كانوا هم مشغولين جدا باعمال اخرى. لكن هيتذاع حاجات زي كده على الشاشه في الاستاند بتاعنا ان شاء الله. جميل. هيبقى متاح في المعرض لو يبقى في جانب كده عن الازياء اللي متعودين، الازياء الشعبيه القديمه او التراثيه اللي موجوده، فنون الطهي، الاطعمه، الحاجات دي هي اكتر حاجات اللي بتقرب ما بين الثقافات، وهي دي اكتر حاجات اللي بتقرب ما بين الشعوب، مرحله ما قبل القراءه كمان. يمكن صحيح. ده اللي بيقرب اكتر وده اللي بيعمل تواصل انساني ما بعد القراءه برضه. ثقافه الطهي والاكل، ثقافه الطعام دي موجوده في العالم. دي موجوده، كلنا بنحب الاكل. كلنا بنحب الاكل، والنرويج طبعا ليها يعني اكلات خاصه بيها. يمكن الاكل ملوش قوي مكان للاسف المره دي لان مفيش مجال لي، لكن هيكون في ازاي النرويجي هتشوفوه في الستاند ان شاء الله في معرض الكتاب. سعداء جدا بوجودك معانا الأستاذة شيرين عبد الوهاب المنسق العام لمشاركة النرويج كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب والمستشار الثقافي لمؤسسة نولا بالنرويج. شكرا لوجودك معانا. شكرا. شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا. شكرا.